نشر الفنان محمد رمضان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك صورة بصحبة المخرج خالد يوسف، وعلق رمضان على الصورة: نورني في المسرح المخرج الكبير خالد يوسف، وأسعدني أكتر نية رجوعه للساحة السينمائية، مكسب كبير للسينما، ومعروف أن محمد رمضان عاد في عيد الفطر لجمهوره بمسرحيته أهلا رمضان، والتي تعرض على مسرح الهرم للسنة الثانية على التوالي.